السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنحل مسائل على الشابتر بتاع الدي سي بوتنشيومتر. اوكي، الفكره ببساطه كده، الدي سي بوتنشيومتر ده يعتبر يعني زي ما تقول جهاز كده او طريقه ان احنا بنستخدمها علشان يعني مينلي ان احنا نقيس فولت معين، باستخدام ان احنا هنقارن الفولت اللي هو الانون بتاعنا ده بفولت تاني نون اللي هو بنسميه الستاندرد. اوكي، اللي هو الستاندرد ايه؟ الستاندرد سيل. يعني احنا كده عندنا يعني تقدر تقول بيبقى في حاجه زي سلايدر كده او حاجه زي مثلا بيبقى ليها طول معين، طولها زي مثلا متر ولا حاجه، واحنا بيبقى في عندنا حاجه اسمها اللي هو الستاندرد السيل بتاعتنا، زي مثلا انا رقمها عندي مثلا زي انها 1 فولت ولا حاجه. وبيبقى في معانا جلفانوميتر كده. اوكي، فببتدي ان انا بحرك ايه، بحرك السلايدر بتاعي ده لحد ما الجلفانوميتر يبتدي ان هو يقرا نل، خلاص كده ان هو مش ان هو كده مش حاسس بوجود اي كارنت فيه. فمثلا زي مثلا اللي هو وقف كده عند كام، وقف عند 50 سنتي مثلا، يبقى انا عرفت كده ان ال 50 سنتي دي هو ده الطول المكافئ اللي هو الستاندرد سيل اللي انا عارف قيمتها بكام، اللي هي 1 فولت. نيجي بعد كده بقى لو انا رحت حاطط قيمه ايه تاني، يعني سميته E1 ده unknown، انا مش عارفه بكام، فهيبتدي ان الجلفانوميتر يبتدي ان هو ينحرف معايا. هبتدي ان انا برضو احرك اللي هو السلايدر بتاعي ده يمين وشمال لحد ما الجلفانوميتر يقرا نال تاني، زي مثلا قرا نال تاني عند طول بيساوي 70 سنتيمتر، يبقى انا عرفت ان 70 سنتيمتر هي مكافاه للفولت اللي انا مش عارفه. لو عملت نسبه وتناسب يبقى انا كده جبت الفولت. بايزا هو الموضوع مين اللي معتمد على ايه؟ معتمد على ان اللي هو نقدر نقول ان الاي على الاي بتساوي ال على ال. يعني انهي اي بقى؟ اللي هو مثلا نقدر نقول اي 1 ده اللي هو بيبقى انون على الاي ستاندرد بيساوي ال 1 اللي هي مثلا سي يعني عندنا في الاكزامبل 70 سنتي على ال الستاندرد اللي هي الايه؟ اللي هي ال اس مثلا اللي هي كانت 50 سنتي اللي هي الظابطه بتاعت الاي اس. اوكي؟ فبالنسبة للتناسب انت كده جبت كأنك ايه، جبت E1. الفكرة كلها قايمة على ايه؟ قايمة على ان في حاجة اسمها الوركينج كارنت، وان الوركينج كارنت ده هو دايما هيبقى بيساوي ايه؟ هيبقى بيساوي رقم ثابت. يبقى خد بالك ان احنا عندنا ايه، دايما هتلاقي ان الكارنت بتاعنا هنا ايه، هتلاقي ان هو دايما رقم كونستنت، يعني اللي هي يعني الميكانيزم بتاع الجهاز ده معمول بحيث ان الكارنت دايما اللي هتلاقيه بيمر في السلايدر ده رقم ثابت. ما لان الجهاز زي ما انت شفت يعني في الليكتشر ان هو بيبقى فيه هنا بقى ايه، في مقاومه متغيره، وبيبقى فيه هنا بطاريه كمان اسمها الوركينج باتري وهكذا، يعني هو مش مجرد السلايدر وبس. طيب دي كده الفكره ببساطه، يعني نقدر نقول ان ده كده القانون العام اللي احنا ايه هنبتدي ان احنا نستخدمه يعني علشان نحل اي مساله. طبعا بالاستعانه بايه؟ بالاستعانه ان احنا دايما في دماغنا ان الكرنت ماله، ان الكرنت ده رقم حاجه ثابت يعني. اوكي، طيب يبقى انت بس لو عرفت القاعده دي، ولو عرفت في دماغك كده ان الكرنت بتاعنا ثابت، ولو عرفت كمان اومز لو ان الاي بتساوي اي في ار، يبقى انت كده خلصت الموضوع. يعني احنا ان شاء الله هنحل كل حاجه سهله دلوقتي. اوكي، طيب تعالى بقى كده ايه، نبتدي باول مساله عندنا. اول مساله عندنا اهي. اوكي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان احنا عندنا اي ام اف بتاعت ستاندرد سيل اللي هي اللي انا بقول لك عليها، اللي انا ببقى عارف قيمتها بكام كفولتج يعني، وببتدي ان انا استخدمها ايه، ان انا بعمل كاليبريشن للجهاز بتاعي قبل عمليه القياس نفسه عشان انسب ليها يعني. اوكي، اللي هو الانون فولتج. بيقول لك ان الاي ام اف بتاعت ستاندرد سيل از ميجرد ويز بوتنشيومتر. ماشي، يعني خد بالك بقى ان هي اصلا بقى احنا جبنا ده اسناب بوتنشيومتر اصلا بقى. ماشي، جميل. ويتش جيفز ريدنج كذا، يعني هو البوتنشيومتر قال لي ان الستاندرد سيل ده الفولت بتاعه بكذا. طب جينا بقى رحنا عاملين ايه؟ رحنا جايبين الستاندرد سيل دي، رحنا موصلين 1 ميجا اوم ريزيستور كونكتد يعني بيها بس ان بارلل. طب ايه اللي هيحصل بقى؟ قال لي ان لقيت ان القرايه بتاعتي انخفضت، بقت كذا اوم اللي هي 1.01874. هات لي بقى الانترنال ريزيستنس بتاعت السيل. بص كده، انت لو قعدت فكرت فيها اللحظه، انت في الاول خالص، في الاول خالص لما كانت القراءه بتاعتنا 1.0 ودي 1 ودي 8 ودي 9 ودي 2، ده كان لسه انا ما حطيتش المقاومه اللي هي 1 ميجا اوم، يعني كان يا دوبك بس الجهاز بتاعنا شايف مقاومه مين؟ شايف المقاومه الداخليه اللي هي نسميها ار انترنال مثلا، المقاومه الداخليه بتاعت الستاندرد سيل دي اللي هي خد بالك اللي احنا عايزينها اصلا. لكن لما جينا بقى رحنا حاطين اللي هي الار انترنال دي، ورحنا حاطين معاها بارلل كمان 1 ميجا اوم، ان الجهاز بتاعنا يشوف كام؟ ابتدى ان هو يشوف 1.01874. فاحنا عايزين ار انترنال دي بكام؟ طب ثانيه واحده، احنا مش اتفقنا ان عندنا ان قانون اوم بيقول لك ان الاي بتساوي اي في ار، واتفقنا ان الاي بتاعنا دايما هيكون ثابت في الشغل بتاعنا، يبقى ده نقدر نقول ان الاي ليها علاقه مباشره كده. طيب احنا مش اتفقنا برضو ان الاي على الاي هي بتساوي ال على ال؟ اوكي،
طب تمام، ما هو برضو الاي على الاي دي انا ممكن اخليها الار على الار. طب بالراحة بقى، يبقى انا ممكن اقول بقى ايه، ممكن اقول ار واحد على ار اتنين يساوي اي واحد على الاي اتنين، وممكن استخدم القاعدة دي حاليا. ما هي انت عندك الاي هتبقى ليها ايه، هيبقى في دايركت بروبورشنال مع الاي، هتبقى دايركت بروبورشنال مع الار، فانا ممكن استخدم بقى الايه النسبة والتناسب دي وان انا اخلص الموضوع على كده. طب تعالى بقى واحدة واحدة، انت عندك اي 1 كان بكام؟ اي 1 كان ب 1.01892، و اي 2 كان بكام؟ كان ب 1.01874، يساوي ار 1 بقى كانت بكام؟ كانت هي ار الانترنال اللي احنا بنتكلم عليها دي. طب و ار 2 هي ار انترنال بارلل مع الواحد ميجا اوم. طب بارلل يبقى ايه، حاصل ضربهم على جمعهم، يبقى هقول ار انترنال ضرب واحد، خلاص يعني ضربت في واحد، على ار انترنال بلس واحد. خد بالك ان انا كده عوضت عن الواحد ميجا اوم دي بواحد، يعني انا كده بقول ان الوحده بتاعت ار انترنال دي هتطلع بالميجا اوم. ها ماشي، عشان انا ما ضربتش الوحده في 10 اس 6. خلاص طب ما كده خلاص، انت بقى عندك دي ار انترنال دي راحت مع ار انترنال دي، ويطلع اللي تحت ده فوق. يبقى اذا انا ممكن اقول ايه، هشيل دي مع دي، ويتبقى لي ان هنا يبقى ار انترنال بلس 1. خلاص انت كده بقى عندك ادي ان الطرف ده بيساوي الطرف ده، يبقى انت كده جبت مين؟ جبت كده الار انترنال. المهم بالكالكوليتر راح يطلع لي الار انترنال للانترنال ريزيستنس دي طلعت 1.766 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 4. طبعا ما انت ناسي بقى ان ده هنا ميجا اوم، فانا لو ضربت الكلام ده كله في 10 اس 6 يطلع لنا ايه، يطلع لنا 176.6 من 10 اوم فقط. يبقى دي مين؟ دي كده اللي هي الانسر بتاعنا. ده كده اول اكزامبل، يعني ايه، يعني مجرد بس ان احنا بنوضح فيه الفكره بس مش اكتر، بتاعت ايه يعني هدف الاكزامبل ده ان احنا نقول ان دايما مهما عملنا النسب والتناسب دي ان الكرنت بتاعنا بيظل ثابت، بس يعني ده هدف المساله دي. طيب تعالى كده نشوف ايه، تعالى نشوف حاجه تانية، مساله كمان، تعالى نشوف مساله رقم 2 مثلا كده. ماشي، هي دي مساله رقم 2 اهي، بتقول لك ايه، تعالى نشوف، بيقول لك ان احنا عندنا ستاندرد سيل. ماشي، الستاندرد سيل دي 0.01.0185 used with simple potentiometer. حصل البالانس عند 50 سنتي. يبقى خد بالك الجيفنز لحد دلوقتي هي ايه، ان الاي الستاندرد ب 1.0185، وال الستاندرد اللي حصل يعني حصل بالانس الستاندرد فولتج بتاعنا ده كان بكام؟ كام سنتي. طب جميل قوي، بيقول لك هات لي بقى ايه، كالكوليت ان الاي ام اف بتاعت السيل هتبقى بكام. ماشي، ان الاي بقى اللي هي بتاعت حاجه انون سيل بقى احنا مش عارفينها هتبقى بكام، سميها اي 1 مثلا، ده لما هيحصل البالانس اللي هو ال 1 عند 72 سنتي. حلو جدا، طب ما تيجي يلا نعمل النسبه والتناسب. يبقى احنا عندنا ايه، عندنا اي 1 اللي احنا مش عارفينها على الاي اس اللي هي 1.0185، ده هيساوي الطول بتاع اي 1 اللي عمل عندها بالانس اللي هو ال 72 سنتي على الثانيه اللي هي الايه، ال 50 سنتي. بس فانا لو عملت اللي هو ايه، عملت المقص بتاعي ده كده، يبقى انا جبت الاي 1 هتطلع الاي 1.1467. يبقى ده كده مين؟ ده كده اللي هو الانون فولتج. طب حلو جدا، تعال نشوف كده الطلب رقم ايه، تعال نشوف الطلب رقم بي، بيقول لي هات لي البرسنتج ايرور ان فولتميتر ويتش بالانس ات، واعطاني بقى طول جديد. طب طلعنا نشوف بقى الطول الجديد ده هو المفروض يبقى مكافئ المفروض الفولت كام. يبقى خد بالك احنا دلوقتي عندنا مين، عندنا طول جديد بيساوي 64.5. طب تعالى تيجي نعمل نفس القانون ده بس بدل 72 هتبقى 64.5. يلا بينا، يبقى احنا عندنا ادي اي 1 جديده على اي ستاندرد اللي هي 1.0185، دي المفروض هتساوي اللي هو الطول الجديد اللي هو 64.5 سنتيمتر على اللي هو ال 50 بتاعت الفولت الستاندرد. لو عملت المقص يبقى الاي الجديده اللي انا بتكلم عليها دي هتساوي كام؟ يبقى الاي الجديده اللي عملت المقص دي هتساوي 1.313139 فولتج. طب جابها بيقول لك ايه، بيقول لك ان الفولت ده خلي بالك ده ترو فاليو، احنا اللي هو ما هو الادفانتج بتاع الجهاز بتاعنا اللي احنا شغالين عليه بتاع البوتنشيومتر ده، هو بيطلع ايه، بيطلع ترو فاليو، يعني هو ما فيهوش اي ايرور، ما فيش اي لودنج افكت. فاكر لما كنا بنتكلم على الفولتميتر كان دايما الفولتميتر له مقاومه، لما بنحطه في الدايره بيعمل لودنج افكت فبيغير اصلا من الدايره اللي احنا بنقيس عندها الفولت بتاعها اصلا. لكن البوتنشيومتر احنا بنقدر نعتبره ان هو ايه، انفينيتي، يعني ان الريزيستنس بتاعته تو انفينيتي، فمالهاش لودنج افكت اصلا. فاخد بالك ان انا بعتبر ان ده هو الترو فاليو، يعني دي ترو فعلا يعني.
ماشي. لو تفتكروا كان في ناس في اول الترم اصلا كانت بتقول لي احنا بنجيب الترو فاليو ازاي، فممكن ان احنا نجيبها بالطريقه دي واحنا بقى في ايه، واحنا موجودين في معمل قياسات بس بتاع معايره بقى اصلا، يعني في معمل كاليبريشن اساسا. طيب فبيقول لك بقى ان احنا جبنا فولتميتر قسنا بيه الفولت الانون، ده طلع 1.33، اظن انت شايف ايه مختلف عن الترو فاليو. يبقى نقدر نقول ان ال 1.33 دي هي الاي ميجرد، يبقى الاي ميجرد 1.33. فبيقول لي هات لي الايرور. طب خلاص ما انا عارف بقى قانون الايرور، ان الايرور بيساوي الميجرد فاليو، ميجرد فاليو ناقص الترو فاليو على الترو فاليو، اللي هي ميجر ناقص ترو على ترو، شبه ما كنا ايه بنتكلم في الشغل القديم بتاعنا. خلاص تعالى مثلا نضربها كمان في 100% علشان نطلعها في برسنتج، فهتطلع لي موجب 1.23%. طبعا طالما موجب فساعتها بنقول ان الايرور بتاعنا ده هاي، يعني اللي هو ايرور بالزياده، يعني في 1.23% الزياده، يعني ان هو بقى اديك شايف هي بتقيس ازيد من الترو فاليو، يعني اللي هو الفولتميتر بتاعنا. طيب ده كده مين؟ ده كده الطلب اللي هو ايه التاني بتاعنا. في يبقى كده خلصنا بيه. سي بقى بيقول لك هات لي بقى ايه، هات لي البرسنتج ايرور في اميتر بقى. الاميتر ده بيقرا 43% امبير، لما يحصل بالانس عند 43 وشويه سنتي على فولتج، يعني باستخدام يعني بفعل فولتج دروب على مقاومه 2 اوم. طب استنى بقى تعالى نشوف. اولا احنا شايفين في تول جديد للبوتنشيومتر، فالتول الجديد يعني في فولت جديد. يبقى دلوقتي انا برضو هطبق قانون اللي هو اي 1 على الاي اس، اللي هو نسبه التناسب مع حاله تشغيل، يعني لو انا الجديده دي احنا مش عارفين بوينت ثانيه كده 1.0185 يساوي، انت عندك بقى اللي هو التول الجديد اللي احنا بقى مشغلين عليه 43 و2 من 10 سنتيمتر على ال 50 سنتي الستاندرد، فمنها طلعنا اي جديده بتساوي 0.87998 فولت. دي بتاعت السؤال ده. هو بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الفولتج ده او الفولتج دروب ده احنا حاطينه على مقاومه 2 اوم. طب يبقى تفتكر يبقى الكرنت هيكون بكام؟ خلاص يبقى الكرنت هيساوي ان الاي ده على مين؟ على الريزيستنس بتاعت. خد بالك ان الكرنت ده مش ده الكرنت اللي بيمر في البوتنشيومتر، ها؟ ده الكرنت بتاع الدايره اصلا اللي عليها الفولت ده واللي فيها الريزيستنس دي. اوكي انت البوتنشيومتر ده مش بيقيس فولت، يعني كان بيقيس فولت اكروس ريزيستنس اللي هي ال 2 اوم دي. فخلي بالك ان الكرنت ده مش الكرنت اللي بيمر في البوتنشيومتر، ده الكرنت اللي بيمر اصلا في الدايره اللي انت بتقيس فيها اساسا يعني. فبطبق قانون اوم عادي جدا اي على ار، فرحت اقسم اللي هي ال 8799 دي رحت اقسمها على 2، فطلع لي ان الكرنت بتاعي المفروض اللي هو الحقيقي بكام؟ بيساوي 0.44 امبير. هو بيقول لك ان انا لما جبت اميتر وحطيته، اميتر بقى من ابو لودنج ايرور ده، تمام، من ابو لودنج افكت، فالاميتر ده قرا 43% امبير، يعني قرا اقل من دي بواحد من 100، يبقى ده معناه ان في ايرور. يبقى خد بالك ان ده ترو لان ده جاي من حسابات البوتنشيومتر، اما اللي هي ال 43% امبير دي هتبقى ايه؟ هتبقى ميجرد فاليو. يبقى اذا انا لو حسبت الايرور بتاعي هيساوي كام؟ هيساوي الميجرد فاليو ناقص الترو فاليو على الترو فاليو. لو تلاحظ ان الناتج هيطلع بالنيجاتيف هنا، ان احنا بنقيس اقل من ايه؟ اقل من الترو. برضه نديها كمان في 100% هي ما تضرش، يبقى الناتج هيطلع لك سالب 2.27%. فممكن نكتبها 2.27% ونكتب جنبيها كلمه لو او كلمه داون، او نشيل الكلام ونحط نيجاتيف اصلا، كل ده كلام واحد. طب ادي كمان ايه مساله معانا. المساله دي وضحت يعني ايه اظن الدنيا اكتر شويه. طيب تعالى نوضح اكتر برضه بمساله كمان. تعالى نشوف المساله رقم مساله رقم 3. اوكي مسألة رقم 3 بقى ايه الكلام بتاعها. بيقول لك ان احنا عندنا سيمبل سلايد واير از يوزد فور البوتنشيومتر بتاعنا ده سلايد واير اللي هو الايه السيمبل بتاعه يعني از يوزد فور ميجرمنت اوف كرنت ان سيركت. طب ماشي ذا فولتج دروب اكروس ستاندرد ريزيستور 1 من 10 اوم حصل البالانس عند 75 سنتي. ماشي فايند ذا ماجنيتيود اوف ذا كرنت اف ان الستاندرد سيل بكذا البالانس بتاعها بكذا. طب ثانيه بقى، ما هو ده كده ده الاي اس وده كده ال اس وده كده ال واحد، يبقى المفروض اجيب اي واحد بقى. ماشي ادي اي واحد على الاي اس اللي هي 1.45 يساوي ال واحد اللي هي 75 سنتي، يبقى المفروض الفولت اللي انا ايه اللي المفروض بوتنشيومتر ده بيقراه كام؟ حامل المقص طلع 2.175. هو بيقول لك بقى ان الفولتج ده هو فولتج دروب على مقام 1 من 10 اوم، موجود على مقام 1 من 10، بيسال بقى على الفولت، بيسال على الكرنت بكام؟ المتحلل ده يبقى الكرنت هيساوي كام؟ هيساوي اللي هو 2.175 على ال 1 من 10 اوم، يطلع لنا 21.75 من 100 ايه؟ امبير، اللي هو الناتج بتاعنا.
فدي موضوع الايه النسبه والتناسب، وموضوع ان الكرنت اللي احنا بنحسبه ده بتاع الاكسترنال سيركت اصلا اللي احنا بنقيس فيها مش الكرنت الوركينج كرنت اللي ماشي جوه البوتنشيومتر اصلا. اوكي، فبنبه على الموضوع ده بس كتير. طيب تعالى بقى نشوف ايه، نشوف كمان مساله بقى، المساله اللي جايه دي عظيمه جدا بقى، هتوضح لك حاجات يعني كتير قوي. طيب ركز بقى كده، ادي المساله رقم 4 بتاعتنا. مساله بقى لك ايه، ده هنا بقى فيه شويه طلبات كتير. هنا سايد واير بوتنشيومتر هاز وركينج باتري 3 فولت. ايه الوركينج باتري دي؟ لو تفتكر في الاول خالص انا قلت لك ان اصلا بوتنشيومتر الجهاز بتاعنا ده جواه انترنال باتري اساسا، يعني اللي هي اللي بتحرك الدنيا دي اساسا. فهو بيقول لك ان احنا عندنا اي وركينج، يعني دي ولا هي الاي ستاندرد ولا هي اي انون، لا لا دي بطاريه جوه، عارف كده شبه الاوم ميتر. لما خدنا الاوم ميتر مش الاوم ميتر كان جواه انترنال باتري كده علشان اصلا يقيس بيه، برده البوتنشيومتر عندنا بيبقى جواه انترنال باتري. المهم الانترنال باتري دي نسميها الوركينج باتري. الوركينج باتري بتاعتنا دي بكام؟ ب 3 فولت. قال لي طب ماشي ما نشوف هنعمل بيها ايه. ويز نيجليجبل انترنال ريزيستنس، يعني كانها ايه مثاليه جدا ما فيهاش اي انترنال ريزيستنس، اللي هي مين؟ اللي هي البطاريه نفسها دي. خد بالك انا كل بطاريه ليها انترنال ريزيستنس، بيقول لك احنا هنهمل دي. ماشي ذا ريزيستنس اوف سلايد واير، السلايد واير بقى كله، السلايد واير كله الريزيستنس بتاعته 400 اوم كله على بعضه. حلو، ده اللي احنا عمالين نمشي عليه ايه التدقيق بتاعنا، يعني اللي هو اللي احنا بنقيس عليه الاطوال، اللي هو مره يقول لك 50 سم و70 سم شبه المثال اللي فات. فبيقول لك السلايدر ده كله طوله ايه او مقاومته 400 اوم. طوله بقى كام؟ طوله 200 سم. يبقى خد بالك ان البتاع ده كله مترين، طوله 200 سنتي. حلو جدا. تعالى بقى بيقول لك ان ال 200 سنتي بتوعنا دول احنا يعني هم على السلايد واير ده. ذا سلايد واير هاز 1 ملي سكيل ديفيجن، يعني احنا ال 200 سنتي دول احنا مقسمينهم كده تدريج، التدريج ده مقسمينها كل 1 ملي، عارف كده كانك جايب مسطره مترين، والمسطره المترين دي متقسمه بشرط، والشرطه بملي، الشرطه بواحد ملي. طب عظيم جدا، يبقى انا اقدر ايه نقدر نقول ان الديفيجن الواحد 1 ملي. حلو، دي هتفيدنا في ان انا اعرف الريزولوشن بتاعت الجهاز بتاعي بكام. بيقول لك كمان بقى يعني اكتر من كده ايه بقى، ان احنا نقدر ان احنا نقرا اب تو يعني او يعني داون تو يعني خمس الايه الديفيجن، يعني يعني انا ممكن كمان اوقف اللي هو السلايدر بتاعي ده في خمس شرطه، يعني يعني مش في نص حتى الشرطه، يعني مش ما بين شرطتين، لا في خمس شرطه، في 20% من المسافه بين كل شرطه والتانيه. ماشي، دي الدقه يعني بتاعت. بيقول لك ذا انسترومنت از ستاندردايزد، ايوه ما نشوف بقى الايه اللي هيحصل ايه اللي هي بقت يعني انا يعني عملت لك كاليبريشن عند ستاندرد فولتج بكام، قال لي كذا. يبقى ثانيه بقى، ثانيه نبتدي بقى ننقل بقى هنا. انت عندك الاي كده ستاندرد بتساوي 1.018. الكلام ده لما احنا حطينا الفولت ده الجلفانوميتر جاب نل امتى؟ قال لي جاب نل لما السلايدنج كونتاكت كان موجود على العلامه بتاعه ال 101.8 سنتيمتر. يبقى ده مين؟ ده ال ستاندرد. حلو، دول اللي هنستخدمهم في النسبه والتناسب. كالكوليت الوركينج كرنت، انا عايز الوركينج كرنت بكام؟ مين الوركينج كرنت ده؟ ده الكرنت اللي بيمر جوه البوتنشيومتر. طب انا مش قلت لك ان احنا دايما عاملين حسابنا بحيث ان احنا مهما بنعمل سلايدنج الوركينج كرنت ده بيكون رقم ثابت؟ طيب يبقى انا دلوقتي علشان اجيب الوركينج كرنت انت لازم بس تقول لي ايه؟ يعني يا ريت تديني بس اي قيمه فولتج على اي قيمه ريزيستنس من اللي مستخدمين في اي عمليه قياس. طب هو مش عمليه الستاندردايزيشن دي هي تعتبر احدى عمليات القياس؟ اللي هي يعني احد الاوقات اللي الجلفانوميتر جاب فيها نل. فانا ممكن بقى اشوف بقى هنا الكرنت بكام، ان انا اقسم الاي الستاندرد على الريزيستنس الستاندرد. طب بالراحه بقى، الاي ستاندرد 0.018، طب والريزيستنس الستاندرد هي الريزيستنس بتاعه الطول الستاندرد، يعني ال 101.8 سنتيمتر دول فيهم كام اوم؟ طب بالراحه بقى، انت ال 400 اوم او ال 200 سنتي كلهم كانوا ب 400 اوم، يبقى ال 101.8 سنتي هيبقوا بكام؟ فانا ممكن اعمل مقص، او بنعمل حاجه ثانيه، بنقول ان في حاجه اسمها ار، الار دي هتساوي كام؟ هتساوي 400 اوم على 200 سنتي، فلو قسمت ده يطلع لنا 2 اوم لكل سنتيمتر، يعني كاني بقول ان ان التوزيع الديستريبيوشن بتاع الريزيستنس على السلايدر هي 2 اوم لكل سنتي. فلما تبقى 101.8 سنتي يبقى مقاومتها بكام؟ يبقى هضرب دي في 2 اوم لكل ايه؟ لكل سنتيمتر، فكده اتظبطت.
فلو قسمت ده على ده كده اما نشوف اللي هو الكرنت بتاعنا هيطلع بكام، فيطلع لك الكرنت بتاعنا بكام؟ طلع بخمسة في عشرة اس ناقص ايه؟ في عشرة اس ناقص تلاتة، يعني 5 ملي امبير. حلو جدا. يبقى ده الوركينج كرنت اللي هو اللي جوه البوتنشيومتر اصلا، ده اللي هيفضل ثابت طول الايه في اي عمليه قياس يعني. طب يبقى ده كده الطلب رقم ايه. الطلب رقم بي بيقول لي هات الريزيستنس بتاعت السيريز ريوستات. الريوستات بتاعتي بكام؟ ما انا برضو بفكرك ان كانت البوتنشيومتر بتاعنا هو مش بس ال 400 اوم بتاعت السلايدر، هو بيبقى كمان معاه مقاومتين اللي هي مقاومه الريوستات والمقاومه الداخليه بتاعت الوركينج باتري. بس هو ريحني وقال لي المقاومه الداخليه بتاعت الوركينج باتري نيجليجبل، اوكي، فانا مش بعتبرها. يبقى انا عايز اجيب بقى المقاومه بتاعت ايه؟ بتاعت اللي هي الريوستات. طب بالراحه بقى كده، انت عندك ان المقاومه الكليه هتساوي كام؟ هتساوي اللي هي ال 400 اوم بتاع السلايدر زائد المقاومه بتاعت الريوستات اللي انت ايه؟ اللي انت حاططها ان سيريز مع السلايدر. طب ده المفروض بقى هيساوي كام؟ بص بقى، هو اصلا السلايدر والحاجات دي كلها مش بارد اصلا بفضل اللي هو الوركينج ايه؟ الوركينج باتري دي اساسا. يبقى ال 3 فولت على مين؟ على اللي هو الكرنت الوركينج اللي هو ال 5 مللي امبير. يبقى نقول هنا بقى ايه؟ ان المقاومه الكليه للبوتنشيومتر دايما القانون بتاعها كام؟ بيساوي الوركينج باتري اللي هي الانترنال باتري يعني بتاعت البوتنشيومتر على مين؟ على اللي هي وصلت؟ اللي هو يعني نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول اللي هو كاني مش حاطط لك اي هنا سيل ولا اي حاجه، انا لسه بقيسها ولا بعمل اي حاجه. ما هو برده هتلاقي في كرنت بيمر. الكرنت ده بيمر بسبب ايه؟ بسبب ان احنا عندنا وركينج باتري اساسا موجوده على شويه مقاومات، فاكيد بيمر فيها برده كرنت. اوكي، طب يبقى اذا نقدر ان احنا نقول ايه دايما؟ ده قانون عندنا، ان التوتال ريزيستنس عندنا بتساوي كام؟ ان التوتال ريزيستنس هتساوي مقاومه السلايدر زائد مقاومه مين؟ زائد مقاومه الريوستات زائد كمان مقاومه الانترنال باتري ان وجدت يعني. وكل ده بيساوي كام؟ بيساوي اللي هو الوركينج فولتج او الوركينج باتري على الوركينج كارنت. يبقى 3 على 5 ملي امبير. طبعا الموضوع ده خلاص كده بالمعادله دي ما فاضلش فيها انون غير الار اتش. من هنا رحت مطلع الار اتش، طلعت الار اتش بتساوي 200 اوم. بفكرك مين الار اتش دي؟ بتاعت الريوستات. يبقى انا كده حليت الطلب رقم بي. تعال بقى نشوف الطلب رقم سي. بيقول لي الطلب رقم سي بيقول لي انا عايز الميجرمنت رينج. الميجرمنت رينج بتاعي بكام؟ طب بالراحه بقى كده، الرينج ده يعني ايه؟ الرينج ده يعني ما اكيد الرينج ده هو من صفر لحاجه، يعني احنا بنقيس من صفر فولت لحد كذا فولت. طب ما انا عايز اجيب بقى اللي هو الاي ماكسيمم دي. اقصى الاي ماكس ده هيساوي كام؟ مش اقصى فولت ده هقيسه لما السلايدر بتاعي يجيب اخره. طب هو كان اخره كام؟ مش كان اخره ال 200 سنتي؟ يبقى نقدر نقول الاي ماكس دي هي الانو كافي اللي لما الطول يبقى 200 سنتي، اللي هو انا جبت السلايدر لاخره خلاص مش عارف اروح اكتر من كده. يبقى ده كانه ده ال ال بتاعته كام؟ بتساوي 200 سنتيمتر. طب ما تيجي نعمل النسبه والتناسب ما بينها وما بين الستاندرد. ما انت عندك ان الاي نقول بقى ماكسيمم بقى على الاي ستاندرد اللي هي 1018 هيساوي الطول الماكسيمم اللي هو 200 سنتي على طول الستاندرد اللي هو قال لك انه كان مظبوط على 101.8 فاكر؟ فمن هنا بقى انا جبت الاي ماكسيمم، فطلعت الاي ماكسيمم دي بكام؟ طلعت 2 فولت. يبقى اذا احنا الجهاز بتاعنا ده يقدر يقيس اب تو 2 فولت، يقدر يعني الرينج بتاعه بقى من 0 ل 2. طيب يبقى كده خلصنا الطلب رقم سي. الطلب الاخير بقى قال لي انا عايز الريزولوشن بتاعت الانسترومنت. الريزولوشن دي يعني ادق حاجه انا بقدر ايه او اقل حاجه انا بقدر اقيسها. يبقى الريزولوشن، طب ثانيه بقى، هو مش قال لك ان ال 200 سنتي بتوعنا دول ال 200 سنتيمتر انا مقسمهم لحد سكيل، السكيل بيبقى 1 مللي؟ يعني اقل طول انا ممكن احط 1 مللي صح؟ وكمان انا بنقرا ممكن يعني اقرا خمس، وكمان مش قال لك ان احنا ممكن نعمل خمس الطول ده؟ طيب يبقى اذا تعالى بس، هو ال 1 مللي دي هي هتبقى مكافاه الفولت كام اساسا؟ والله اللي انا اعرفه ان اللي هم الستاندرد فولتج اللي هي 1018 فولت هي مكافاه ل 101.8 سنتي. يبقى ال 1 مللي هتبقى مكافاه لكام فولت؟ طب ما تيجي نعمل برده النص. يبقى الاي بتاعت ال 1 مللي على ال 1.018 ده هيساوي هنا بتاع 0.018 دي هيبقى فيه 101.8. افتكر بس ان دي كانت بوحده سنتي، نكتب كام اللي هي ال 1 مللي بس عشان تبقى الدنيا مظبوطه. ال 1 مللي دي هكتبها 1.1 سنتي، واضحه كده؟ ال 1 مللي 1.1 سنتي. فمن هنا بقى انت جبت مين؟ اللي هو الاي 1 بتاع اللي هو الملي متر، يعني الفولت المكافئ لما السلايدر شرطه واحده بس اللي هو الملي متر. طلع بكام؟ طلع بيساوي 0.001 فولت. ان احنا اخرنا يعني بنقيس ده ولا ممكن نقيس خمسه كمان؟ يبقى انا ممكن كمان اضرب
نضرب كل ده في 1/5، يبقى لما نضرب كل ده في 1/5 يبقى هيطلع لي كام؟ 2 × 10⁻⁴ فولت. يبقى اذا انا اخري ممكن اقيس كام؟ ممكن اقيس اللي هي 2 × 10⁻⁴ ايه، 2 × 10⁻⁴ فولت، او ممكن نخليها مثلا 2 × 10 ملي فولت يعني. يبقى ده ريزولوشن اللي هو اقل حاجه انا ممكن اقيسها. طيب دي مساله ايه لمت يعني شويه حاجات كتير. نيجي بقى للمساله اللي هي فيها التايب الادفانسد شويه بتاع الدي سي بوتنشيومتر، اللي هو اللي بيبقى جواه بقى الدايل. اوكي فتعالى بقى نشوف الموضوع بتاع الدايل ده. اوكي ادي عندنا اهي، طيب بوتنشيومتر هاز عنده بقى ايه، عنده 18 ستيب دايل سويتش وير ايتش ستيب ريبريزنتس 0.1 فولت. جميل، لو تفتكروا كده شكله كان عامل ازاي لما اتشرح لك. هنرسم رسم تخطيطي كده بسرعه. دي عندنا ادي اللي هي، او تعالى نعملها كده، ادي اهو اللي هي الاي وركينج اللي بتبقى المقاومه الداخليه للايه، للبوتنشيومتر. دي بتبقى متصله بايه؟ بتبقى متصله بريوستات. يبقى دي اللي هي الار اتش، وادي الار اتش بتاعتنا اهي. بنبتدي بقى ان احنا نعمل ايه، بدل ما كنا حاطين سلايدنج كونتاكت كده، السلايدر ده له مقاومه وقاعدين بنسلايد عليه، لا احنا بدل ما نحطه كده نعمل، هنبتدي ان احنا نقسمه ان نحط شويه مقاومات. تمام، ونبتدي كمان نقسمه نحط شويه مقاومات كده. تمام، طيب يبقى في عندنا هنا ايه، ادي هنا من هنا لهنا دي كده مقاومه، من هنا لهنا مقاومه، مقاومه. يبقى ده اللي اسمه الدايل بتاعنا. وببتدي بقى ان انا اعمل ايه، ببتدي ان انا اتحكم في السويتش اللي جوه ده. برده في نفس الكلام في سلايدر بيبقى هنا كمان. اوكي طب هو بقى بيقول لك ايه، بيقول لك ان اللي هو طبعا ما بين بقى الطرفين دول هنبتدي ان احنا نحط مين، نحط هنا بقى الفولت اللي مراد ايه، المراد قياسه او الستاندرد فولتج يعني، عشان اعمل عمليه ايه، عمليه الكالبريشن. طيب تعالى بقى بالراحه كده، بيقول لك ان اللي هو بتاع الدايل بتاعنا ده عنده 18 ستيب. يبقى عندنا 18 ستيب، ده المين دي اللي هي الحته دي، ال 18 ستيب ده each step represents 1/10 فولت. يعني خد بالك ان ايه، الاستبال واحده 1/10 فولت لكل ستيب. يعني ده معناها ان هي متقسمه 1/10 × 10 × 10 × 3 × 10 × 4 × 10 لحد 1.8. تمام كده، يبقى احنا عندنا ايه، عندنا 18 ستيب بالاستبال واحده ب 1/10 فولت. بيقول لك ان الدايل ريزيستور ده بيساوي كام، بيساوي 10 اوم. يعني اللي هو الريزيستور ما بين كل بوزيشن والتاني 10 اوم. يعني خد بالك بقى ان احنا عندنا الريزيستورز اللي موجوده عندنا بتساوي ايه، بتساوي 10 اوم. يعني 10 اوم في الاستبال واحده. يعني نقدر نقول، خد بالك هنا حاجه، ان الواحد من كده ليها علاقه بال 10 اوم. يعني لو انت هنا على مقاومه واحده بس ام 10 اوم، يبقى كانك بتقول 1/10 فولت. لما مقاومتين يعني 20 اوم، يبقى كنا بنقول 2/10 فولت وهكذا. يبقى دايما هيبقى في علاقه هنا مباشره عندنا ما بين ال 1/10 فولت وما بين ال 10 اوم. طب حلو جدا. بعدين بقى بيقول لك ايه، بيقول لك بقى ان البتاع الصغير بقى، السلايدر الصغير التاني ده اللي هو الدايل الصغير ده، السلايد واير اوف ذا بوتنشيومتر از سيركلر. ماشي اهو سيركلر اهو، حلو. عنده بقى 11 تيرن، يعني احنا ممكن ايه، ممكن يلف 11 مره. اند ريزيستنس 11 ايه، 11 اوم في الايه، في اللي هي في اللفه يعني. طب يبقى احنا نقدر نقول ان هو كانه ايه، كانه هو عباره عن ايه، هي 11، هي كلها على بعض 11 اوم، والدايل اللي جوه ده نقدر ان انا ايه الف والف والف كذا مره يعني. طب او ممكن نقولها بشكل تاني برضو، ان هي ايه، ان هي كلها على بعضيها كمقاومه بتساوي 11 اوم. يعني بتاع ده كله على بعضه كده 11 اوم، وكاننا مقسمينه ل 11 ايه، ل 11 ستيب يعني، ممكن برضو نقولها كده. تمام، طب يبقى احنا عندنا دي المعلومات بتاعت السلايدر التاني. بيقول لك ذا سلايد واير هاز، اللي هو السلايد واير بقى اللي هو بتاعنا اللي هو الصغير ده، ما تاخد بالك ده اسمه سلايد واير وده اسمه الدايل، علشان بس ايه ما تقوليش هو مين فيهم السلايد واير. لا هو اللي على اليمين ده اللي هو الصغير ده، ده السلايد واير، واللي على الشمال ده اللي هو الدايل. السلايد واير عنده بقى 100 ديفيجن، يعني احنا مقسمينه 100 شرطه 100 شرطه 100 شرطه. طب خلاص اوكي، اند ممكن نعمل انتربوليشن كان بي دون في 1/4. يعني ممكن ان احنا كمان ايه، يعني لما نحطه على شرطه، او يعني احنا ممكن كمان نجيب القيمه اللي هي في ايه، في ربع المسافه بين شرطتين جوه من ال 100 شرطه دول. بيقول لك ان الوركينج باتري عندها فولت 6 فولت، اللي هي اللي فوق دي 6 فولت، كويس قوي. ونجليجبل انترنال ريزيستنس، خلاص مش عايزينها.
كالكوليت بقى الميجرنج رينج للبوتنشيومتر البتاع ده اخره بيقيس كام. طيب هو اخره دي مش اخره دي اللي هو يعني لما تكون السلايدر والدايل يكون جايب اخره مات. طب بالراحه بقى كده زي ما يكون السلايدر اللي فات يكون طول نفس الفكره. ما هو الطول هي مقاومه يعني بالنسبه لنا يعني اوكي. طب فانت دلوقتي بقى هي اخرك في المقاومات بكام يعني المقاومات كلها على بعضيها بكام. هي تعالى بقى انت عندك في سلايدر السلايدر ده ب 11 اوم. طب وعندك ايه تاني بقى؟ عندك في دايل الدايل ده فيه 18 ستيب وال 18 ستيب دول كل ستيب ب 10 اوم. يبقى انت عندك ايه؟ يبقى انت عندك 18 في 10 يعني 180 اوم. 180 و 11 يبقى انت معاك 191 اوم. يبقى انت بتتكلم على ان اللي هو ايه يعني كان بالظبط عارف ايه اللي حصل؟ كان اللي هو اللي هو الدايل والسلايدر دول كانك فردتهم كانهم بقوا خط طويل. لما تفردهم كده كانهم عباره عن مقاومه 191 اوم يعني تحول كانه شبه الايه المساله اللي فاتت. طب حلو جدا انت بقى عايز ايه؟ انا عايز بقى اللي هو ال 191 اوم دول هم بيكافئوا كام فولت يعني لما انا ابقى يعني جايب السلايدرات دي كلها على اخرها 191 اوم يبقى كام فولت؟ ما انا هنا بقى افكرك علاقه الاوم بالفولت ان ال 10 اوم بواحد من 10 فولت. جميل بس كده يبقى انت كده جبت المقص بتاعك. ما ال 1 من 10 فولت هي مكافاه ل 10 اوم يبقى كام فولت؟ هيبقى مكافئ ل 191 اوم. يبقى انت كده كتير بتاعك يبقى الرينج بتاعك هيبقى 191 ضرب 1 من 10 يعني انت بتتكلم في 1.91 فولت. يعني اذا انت تقدر تقيس اب تو واحد كام؟ 1.91. طيب ده كده الطلب الاولاني. الطلب الثاني قال لي هات الريزولوشن اللي هو اقل حاجه نقدر اقيسها. طب ايه بقى حكايه اقل حاجه نقدر اقيسها دي؟ بص بقى انت اقل حاجه تقدر تقيسها كام؟ بالراحه كده انت دلوقتي انت عندك السلايدر فاكر اللي هو السلايدر الصغير مقاومته الكليه 11 اوم. ال 11 اوم دي عندها 11 ترن يعني في جواها 11 ترن يعني ده معناه ان مقاومه الترن الواحده مقاومه الترن الواحده 11 على 11 يعني 1 اوم. الترن الواحده فيها 100 ديفيجن متقسمه 100 شرطه يبقى مقاومه الديفيجن الواحده هتبقى 1 على 100 صح كده 1 اوم على 100 شرطه يبقى 1 من 100 ايه اوم. طيب هو بقى احنا عايزين نقول بقى ال1 من 100 اوم دي تكافئ كام فولت؟ طب ما انت عندك ان ال1 من 10 فولت هي مع ال10 اوم فاكر العلاقه اللي احنا ايه بنتكلم عليها اساسا. طب يبقى كام فولت هيبقى مكافئ لل1 من 100 اوم بتاعت الديفيجن؟ رحت عامل المقص طلعت ان الفولت المكافئ للديفيجن الواحد هو بيساوي 10 اس ناقص 4 فولت. هل احنا بقى بنقدر نقيس ده ولا نقدر نقيس كمان ربعه؟ هو قال لك انا اقدر اعمل يعني اللي هو الانتربوليشن لحد الربع كمان. يبقى اذا الريزولوشن بتاعتنا هتبقى ايه؟ هتبقى ربع الكلام اللي فوق ده يبقى ربع في 10 اس ناقص 4. وصلت كده؟ ربع في 10 اس ناقص ايه؟ اس ناقص 4 يطلع لنا 25 في 10 اس ناقص 6 يعني 25 مايكرو ايه؟ مايكرو فولت. يبقى ده كده اللي هو الريزولوشن بتاعنا. طب ده كده ادي تاني طلب عندنا الريزولوشن اوكي. بيقول لك انا عايز الوركينج كرنت اللي هو الاي بتاعتنا بكام؟ هنا بقى تعالى الاي بتاعتنا هتساوي كام؟ انت مش عندك برضه بص نفس العلاقه ان الواحد من 10 فولت هي مكافاه ل 10 اوم يعني لما يبقى السلايدر بتاعك جايب 10 اوم يعني بص عشان بس ابقى فاهم ايه حكايه 1 من 10 فولت ب 10 اوم دي يعني لما انت تبقى عامل المؤشر هنا على اول علامه اللي هي 1 من 10 فولت انت هتبقى محجز ريزيستنس 10 اوم صح؟ وتبقى جايب دي على الصفر يعني انت عارف كانها بالظبط احاد وعشرات فاهمني؟ وجايب دي على الصفر يبقى اذا انت كانك ايه؟ كان المقاومه الكليه بقت للمنطقه دي كلها هي ال 10 اوم بس كده. يبقى ال 10 اوم هي مع ال 1 من 10 فولت فاهمني؟ يعني كان الطول بتاع السلايدر الكلي بقى اللي مقاومته 10 اوم هي مكافئ ل 1 من 10 فولت عشان كده دي النسبه والتناسب اللي دايما بعملها اوكي؟ طب تعالى نرجع تاني انت عايز الوركينج كرنت. ما هو الوركينج كرنت ان انا بقسم اي في على اي بتاعت ايه؟ سوري الاي هتساوي اي في على ار بتاعت ايه؟ بتاعت اي كيس من القياس. طب ما انت عندنا كيس اهي ان الواحد من 10 فولت مع ال 10 اوم فقسمتهم على بعض هيديك الواحد ايه؟ 1 من 100 امبير كوركينج كرنت او 10 مللي امبير يبقى ده الوركينج كرنت بتاعنا. طب لو تفتكر بقى الوركينج كرنت بتاعنا ده هو جاي منين اساسا؟ لما انت عندك الوركينج كرنت ده هو بيساوي الاي وركينج فاكر؟ الاي وركينج اللي هي المقاومه او الفولت الداخلي بتاع البوتنشيومتر على مين؟ على اللي هي الريزيستنس الكليه اللي هي الار توتال تمام؟ طب تعالى بقى
هو احنا مش قلنا ان دي 1 من 100 امبير يساوي الوركينج فولتج بتاعنا بكام؟ لو تفتكر الوركينج فولتج بتاعنا كان بيساوي 6 فولت كان جيفن في مساله. طب والمقاومه الكليه بقى بتاعتنا مش هي عباره عن 3 مقاومات اللي هي مين بقى؟ اللي هي مقاومه السلايدرات ومقاومه الريوستات ومقاومه الانترنال ايه بتاعه البطاريه. طب احنا ما عندناش انترنال للبطاريه، بقى احنا عندنا مقاومه الريوستات ومقاومه مين؟ ومقاومه السلايدرات. طب احنا مش مقاومه السلايدرات جبناها في الاول خالص، فاكر اللي هي كانوا 11 و18 في 10 يعني 191 اوم، يبقى اذا هي دي مين؟ هي دي ال 191 دي مقاومه السلايدرات. فانت لو قسمت 6 على 1 من 100 يبقى انت كده قلت 600، 600 ناقص 191 يبقى انا ممكن اجيب دلوقتي مقاومه الريوستات، يبقى هتطلع 600 ناقص 191 يعني 400 وكام؟ 409. وده كان الطلب الاخير في المساله، ان احنا كنا عايزين نجيب مقاومه مين؟ مقاومه الريوستات. وصلت كده الفكره؟ طيب يبقى اذا ده كده ايه؟ ده كده كل المسائل اللي هي بتاعت الدي سي بوتنشيومتر. اوكي ولو في عندك بقى اي اسئله ممكن تبقى تسالها. تمام، يلا نشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.